بدي اعمل معك اختبار سريع، شوف اذا انت يا هدى ممكن تعملي قناه على اليوتيوب او لا. اه والله ما اتوقع، ولكن يلا اساليني. اوكي، هل بتحضري فيديوهات على اليوتيوب؟ احضر. اوكي، هل بتحسي انه بالعالم العربي في محتوى هادف؟ احيانا. هل عندك استعداد تصوري وانت ببيتك كذا الاوقات اول ما تصحي؟ لا. هل عندك استعداد تشاركي تفاصيل حياتك مع متابعينك؟ مو كلها. ممكن تلتزمي بمواعيد معينة لتنزيل الفيديوهات؟ لا. طب هل تتقبلي الانتقادات؟ ايه. هدى روحها رياضية. هل بتحسي شخصية هدى ممكن انه تعمل مقلب بحدا؟ لا. ما بيهمك الموضوع ابدا. لا. طيب هل بتحبي المفاجآت؟ يعني ايه، احب المفاجآت. ايه يعني امتى عيد ميلادك هدى؟ لسه شهر 11. لسه مطول. شو نوع المحتوى اللي ممكن تقدميه لو فكرتي؟ يعني يكون يميل للكوميدي شويه، مش معناتها يعني هدى انت ممكن تفتحي قناه ولكن حتكون في لها كثير حدود معينه. ايوه، ما راح تكون كثير يعني ناس يتابعونها. ايه، لانه بصراحه في محتوى اللي هو بيكون مقالب، بدك تشاركي كثير تفاصيل بحياتك، فهذا الشيء حيكون صعب. وضعك مثل وضعي، انا مو صادعه على المحتوى ابدا. خلينا على الانستغرام والاشياء هذه الخفيفه اللطيفه. صح 100%. خلينا نستعرض مع بعض بعض النصائح السريعه لكل شخص حابب انه ياسس قناه على اليوتيوب ويبلش بصناعه المحتوى ويكون حسابه عام. طيب هذه النصائح طبعا للناس اللي يبغون يكونوا صانعين محتوى، انا ولين خارج القائمه. ايش كمان عندنا لين؟ كمان هدى، بما انه في ناس ما بتقدر كثير تتقبل الانتقادات وفعلا حساسه، فممكن اول ما يدخلوا على السوشيال ميديا ويكون حسابهم عام كثير ينزعجوا ويتضايقوا. لهيك رح ناخذ بعض النصائح من اللايف كوتش لويس بشاره يلي حيهيئ الناس لهي المرحله انه يتركونه من حساب خاص لحساب عام. يلا. صباح الخير. كل شخص حابب انه يصنع محتوى على السوشيال ميديا يمكن اكثر واول سؤال بيخطر بباله شو ممكن يقولوا الناس لما يشوفوا المحتوى اللي عم قدمه، وكيف فيني واجه التعليقات السلبيه. النصيحه الاولى هي انه ما ناخذ اي تعليق بطريقه شخصيه، ونعرف انه الاشخاص المتنمرين السلبيين على السوشيال ميديا هن اشخاص ما هم سعيدين بحياتهم. كلامهم السلبي هو نتيجة لكثير من الغضب أو الحزن أو الخوف أو السلبية بحياتهم. نصيحة تانية هي أنك ما ترد وما تدخل بسجال وتضيع كثير من وقتك من طاقتك. حاول أنك تستعمل التولز اللي بتقدم لك إياها مواقع التواصل الاجتماعي لتمسح يمكن كومنت منا مناسبة، أو تعمل بلوك لشخص عم بيضايقك بكلامه. أما النصيحة الثالثة هي أنه نقوي ثقتنا بنفسنا، نقدر نفرق كمان بين النقد اللي ممكن نستفيد منه لنطور المحتوى وبين التجريح اللي ما بيعنينا. وإذا في شيء، أي كومنت، أي كلام مزعج لإلك، ما تتركه بقلبك، حاول تحكي مع شخص قريب منك وبتوثق فيه، حاول أنك تسأله عن رأيه. خلصت أخباري لليوم هدى، وخلا بدي خليك تغيري رأيك. رح نقعد قاعدة ونقرر شو بيكون محتوى اليوتيوب، ممكن يكون المحتوى حق اليوتيوب. أحس يبغى له جهد، يعني اليوتيوب أكثر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي، يبغى له أحد عنده جلد إنه وبده التزام. يعني خلص أنت تقولي أنا كل أسبوع فعلا حنزل فيديو أو اثنين. والله أنا قاعدة أشوف ولدي إنه نجس ناكري شغل هذول اليوتيوبر يقعد يتفرج. إيه، أقول له مين هذا ومين هذا؟ تعرفهم كلهم من خلاله. كلها من خلاله، يعني لازم إذا أكلنا إذا جلسنا. فحلو حلو اللي هم يسوونه، ولكن بس إحنا مو فاضيين جونا يعني أبدا. عموما شكرا لك لين، يعطيك ألف عافية.